نذهب إلى حضارة القديمة في العالم وهي الحضارة القرطاجية. قرطاج من أقدم المدن التاريخية التي تطل على حوض البحر الأبيض المتوسط. وهي تقع في تونس على بعد 15 كيلومتر من العاصمة التونسية. وتشرف على مياه البحر الأبيض المتوسط شمالا، ومن الغرب بلدية مرسى، ومن الشمال بلدية سيدي أبي سعد، ومن الغرب بلدية الكرمة، مدينة قرطاج مدينة سياحية تاريخية تتميز بمناخ معتدل وبآثار تاريخية تعاقبت على الحضارات الفينيقية والرومانية التي تعاقبت عليها. تأسست الحضارة القرطاجية سنة 814 قبل الميلاد، وأسستها الأميرة الفينيقية علي سديدون الذي ذكرها الروايات التاريخية. بداية توسع قرطاج إلى إمبراطورية، كانت علي سديدون هي مؤسسة وحاكمة لمدينة قرطاج، فنجحت منذ بداية إنشاء مدينة قرطاج أن تتسع أكثر في فرض هيمنة وتوسع أكبر على المناطق المحيطية لقرطاج لتفرض سيطرتها عليها. توسعت شهرة قرطاج في فترة القرن السابع ما قبل الميلاد، عندما تم تأسيس مدن جديدة تتبع لهذه الإمبراطورية بصبغة فينيقية تغلب على الرموز الحضارية في المعالم. لما سكنت المعابد وغيرها، وأصبحت الإمبراطورية القرطاجية تمتد من غرب البحر الأبيض المتوسط إلى سواحل إفريقيا الوسطى. قرطاج والحضارة الرومانية. في عهد الإمبراطورية كان هناك الحضارة الإمبراطورية الرومانية المزدهرة والقوية التي فرضت سيطرتها على كثرة من الدول القريبة من البحر الأبيض المتوسط، سواء في آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا. وبسبب موقع مدينة قرطاج على نقطة مهمة على البحر الأبيض المتوسط، فقامت روما العظيمة بغزو قرطاج وسقطت هذه المدينة، وأصبحت المدينة الرومانية في القرن الثاني قبل الميلاد بعد غزوات كثيرة شهدتها على قرطاج. بعد ذلك مرت بعهود مختلفة، انتهت بأن تكون آخر المطاف مدينة إسلامية تتبع الدين الإسلامي، عندما قام المسلمون بفتحات إسلامية لدول المغرب العربي خلال فترة ازدهار الحضارة الإسلامية. حضارة أسسها الفينيقيون تتمحور حول مدينة قرطاج الواقعة في شمال إفريقيا على خليج تونس، عاصمة منذ يوم أنشأت 314 قبل الميلاد، واستقلت في حدود 650 قبل الميلاد، وهيمنت في شبه جزيرة إبيريا إسبانيا، واستمرت حتى القرن الثالث قبل الميلاد حتى سقوطها عبر سلسلة حروب مع الرومان. تاريخ قرطاج: عند دخول قرطاج تاريخ المكتوب بدأ مع رسوب تجارة ومستوطنين إفريقيين. المرحلة التاريخية كلها تقريبا يونانية ولاتينية، وأن إفريقيون بالنسبة للإغريق والرومان خاصة تحت قيادة قرطاج. والصعوبة الأخرى تتمثل في أن الزمن لم يبقى لنا مؤلفات قرطاجية، وأن علم الآثار لم يفيدنا كثيرا، لأنه في معظم الحالات هناك عدد من النقوش بمختلف صور اللغة الفينيقية وأنها نقوش مقبولة.
قارة حدش، هي حضارة أسسها في اليقين تتمحور حول مدينة دولة قرطاج الواقعة في شمال إفريقيا على خليج تونس على تخوم تونس العاصمة اليوم. أنشأت عام 814 قبل الميلاد كامتداد لسور فينيقية واستقلت في حدود 650 قبل الميلاد وهيمنت على المواطن الفينيقية في المتوسط شمال إفريقيا وشبه جزيرة إيبيريا أي إسبانيا اليوم، واستمرت حتى القرن الثالث قبل الميلاد حتى سقوطها عبر سلسلة حروب مع الرومان. قبل لما كانت المدينة في فترة واجهة كانت مفصل تجاري رئيسي يمتد على معظم غرب المتوسط. تاريخ قرطاجة بداية يمكننا القول بأن دخول قرطاجة في التاريخ المكتوب بدأ مع وصول البحارة والمستوطنين الفينيقيون إلى سواحله، لكن محاولة معرفة تاريخ هذه الحضارة تكلفها الكثير من الصعوبات التي إرجاعها إلى كون المصادر المتوفرة عن تلك المرحلة التاريخية كلها تقريبا يونانية ولاتينية، وأن الفينيقيون في الغرب بالنسبة للإغريق والرومان وخاصة تحت قيادة قرطاجة ومن هذا فإن صورتهم في هذه المصادر تتكون من مشوهات ومشوبة بالتجدي والتحامل عليهم مما يقلل من القيمة المعرفية لهذه المصادر حول الحضارة القرطاجية. والصعوبة الأخرى تتمثل في أن زمن لم يبقى لنا مؤلفات قرطاجية وأن علم الآثار لن يفيدنا كثيراً لأنه في معظم الحالات حروب قرطاجة. بداية لابد من الإشارات إلى أن الصراعات في الغرب قد انحصرت في حصار ضيق بالمقارنة بالتغيرات الثورية في الشرق خلال الفترة نفسها، ولكن قرطاجة لم تلبث أن تطورت في صراع له أهمية بالغة بالنسبة للتاريخ العالمي وهو الصراع مع روما. ويمكن الإشارة ويمكن الإشارات إلى عدد من الحروب التي خصصتها قرطاجة والتي يمكن إيجازها فيما يلي: الحروب الصقلية الأولى، الحروب الصقلية الثانية، الحروب الصقلية الثالثة، حروب بيبروس الأبياري، الحروب البنيقية الأولى، حرب الأجراء، احتلال إسبانيا، الحرب البنيقية الثانية، حرب ماسينيسا، الحرب البنيقية الثالثة. شكرا. الفينيقية وهي حضارة أسسها الفينيقيون حول مدينة دولة قرطاجة الواقعة في شمال إفريقيا على خليج تونس على تخوم تونس اليوم. عام 814 قبل الميلاد كامتداد لسور الفينيقية واستقلت في حدود 650 قبل الميلاد وهي منت على المواطن الفينيقية في المتوسط شمال إفريقيا وشبه جزيرة إبرية إسبانيا اليوم، واستمرت حتى القرن الثالث قبل الميلاد حتى سقوطها عبر سلسلة حروب مع الرومان. لما كانت المدينة في فترة أوجاعها كانت مصدر تجاري رئيسي وتأثير سياسي يمتد على معظم غرب المتوسط. تاريخ قرطاجة بداية يمكن القول بأن دخول قرطاجة في التاريخ المكتوب بدأ مع وصول بحار المستوطنين الفينيقيين إلى سواحله، لكن محاولة معرفة التاريخ في هذه الحضارات تكتفها كثير من الصعوبات التي يمكن إيجاعها إلى كون المصادر المتوفرة عن تلك المرحلة التاريخية كلها تقريبا يونانية ولاتينية، وأن الفينيقيون في الغرب بالنسبة إلى الإغريق والرومان بخاصة تحت قيادة قرطاجة أعداء ألداء، ومن هنا فإن صورتهم في هذه المصادر تكون مشوهة ومشوبة بالتجني والتحامل عليه مما يقلل من القيمة المعرفية لهذه المصادر حول الحضارة القرطاجية. نمط الحكم والسياسة تشير المصادر التاريخية إلى أن قرطاجة قد تعرضت للنقم من قبل أعدائها بسبب معاملة قاسية والاستغلال رعايتها الذي كانوا بالتأكيد عدة طبقات، وكان أصحاب أكثر الامتيازات هم سكان المستوطنات الفينيقية القديمة والمستوطنات
اللاحقة التي أقامتها قرطاج بنفسها، وأولئك السكان هم من أطلق الإغريق عليهم اسم الفينيقيين الليبيين الفينيقيين الإغريقيين. ويبدو أنه كان لهذه المستوطنات إدارة محلية ونظم حكم مشابه. والتمحور حول مدينة قرطاج.